مباراة شبيبة بجاية وداء تلمسان التي أدارها الحكم حبيب باتني لم نشاهد فيها الأهداف. الشبيبة كانت تريده الفوز الثالث ببجاية، والوداد جاء للعودة بنتيجة إيجابية. وشكلت المواجهة أهمية خاصة بالنسبة للثلاثي بشيري وبلحية وجاليت الذي لعب للوداد سابقا، إضافة إلى المدرب فؤاد بوعلي. الشبيبة كانت تريده فوزا ثالثا بملعبها، لكنها فشلت أمام وداد تلمسان الذي طبق مدربها عبد القادر عمراني خطة دفاعية ونجح في العودة بنقطة التعادل، حيث ضغط هجوم الشبيبة منذ البداية، وكاد يابان الذي ضيع فرصة الهدف في الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي انتهى كما بدأ. نفس الشيء تكرر خلال المرحلة الثانية التي كانت عقيمة، دفاع منظم من جهة الوداد وهجومات عقيمة من طرف شبيبة بجاية التي لعبت كرة القدم، ولكن الأهداف غابت رغم المحاولات العديدة لقاسم مهدي والزملاء. اللحظات والأخيرة للقاء أكملها وداد تلمسان بعشرة لاعبين بعد تلقي القائد بوجقجي بطاقة صفراء ثانية وبذلك الحمراء، وهو ما سمح لهجوم شبيبة بجاية من تكثيف العمل الهجومي، لكن دون جدوى عن طريق بولعنصر وتألق الحارس جميلي. وداد تلمسان رد عن طريق الهجمات المعاكسة. وفي الثواني الأخيرة من اللقاء حملاوي ضيع فرصة العمر بعدما دخل أساسيا مكان ماروسي في هذا اللقاء الذي انتهى كما بدأ، وعلى النتيجة البيضاء والتي صبت في صالح وداد تلمسان.